عايزينه يبقى كريمي ومستوي كويس جدا. في حاجة بقى كمان، الرز لازم يكون منقوع. يبقى احنا كده قلنا حاجتين مهمين جدا، ان الرز يكون منقوع ما يقلش عن نص ساعة، علشان دي المرحلة دي بتدخله في مرحلة التسوية، وكمان اللبن والمية واي حاجة هنستخدمها برضو لازم تكون سخنة. يبقى ده منقوع والحاجة بتاعتنا تكون سخنة. نحط حل على النار ونحط ايه بقى، نجيب كوباية نعاير بيها كوبايتين من المية وكوباية من اللبن عشان نسوي الرز فيهم. خلاص كده مية سخنة زي ما قلتلك، اهو كوبايتين من المية السخنة، واحد اتنين اهو، وبنفس الكوباية اللي بتعايري بيها الرز. على فكرة الرز ده انتوا شايفينه كده كتير، هو كان كوباية بس لما بيتنقع طبعا بينفش زي ما حضرتك شايفة كده. انا حطيت كوبايتين من المية وهحط برضو كوبايتين من اللبن، سوري كوباية واحدة من اللبن، بس على فكرة انا كنت مسخناه من قبل. كوباية واحدة بس اهو، هحطه كده عشان انا عايزه اسوي هنا الرز. احط الرز كده هلبس الجلوز بتاعي حالا اهو، احط بقى الرز هنا علشان يستوي. طبعا احنا بنحط له برده نشا وبنحط له قشطه وكل حاجه، انا ما لقيتش قشطه بصراحه فجبت كريم شانتيه، بس الاحلى القشطه، والاحلى كمان ان حضرتك يا ريت يعني يكون عندك اللبن بلدي، ما يكونش لبن المعلب. وطبعا على فكره في ناس ما بتحبش اللبن البلدي، مفيش مشكله خالص خالص ان حضرتك تجيبي لبن من المعلب. احنا دلوقتي بقى لازم نسيب الرز ده يستوي معانا، علشان هو لما يستوي الخطوات البسيطه اللي هتتعمل بعد كده مش هتحتاج ابدا ان احنا نسوي رز. يعني مثلا لما نيجي نزود لبن، طبعا هو مش اللبن ده اللي هنعمل بيه الرز، ده بنسوي فيه الرز، اللبن الزياده والنشا والحاجات اللي هنحطها بعد كده هو ده اللي بيزود كميته. احنا دلوقتي سايبينه بيستوي، هنبتدي بقى ايه، نجيب بوله ونجيب مضرب علشان نضرب بيه الكريم شانتيه مع الميه مع كمان النشا. طيب ليه يا نهلة انت هتحطي كريم شانتيه على النشا؟ علشان انا ما عنديش قشطه، لو كان عندي قشطه كنت احطها دايركت على الحله مباشره، لكن انا علشان عندي كريم شانتيه فهحط النشا وهحط الكريم شانتيه على بعض كده اهو، وبعدين هتدوبيهم يا اما في لبن يا اما في ميه. انا بحب ادوبهم في لبن عشان ما نكترش بس نسبه الميه في الرز اهو. وكده احنا بقى مستنيين الايه، الرز يستوي على النار، بياخد يا جماعه من 5 ل10 دقايق بس، حضرتك من حين لاخر تقعدي تقلبي فيه علشان يستوي اهو. طبعا يا جماعه الارقام عندكم على الشاشه، اللي عايزه تسال او تستفسر عن اي حاجه تتفضل تسالنا واحنا تحت امرها اهو. لازم تتاكدي بس انه ده كويس جدا جدا. عايز اقول على حاجه بقى، دلوقتي لو حضرتك مثلا عايزه تحطيه في الفرن هتعملي ايه؟ يعني هو استوى خلاص وانت عايزه تعملي له وش في الفرن. معانا تمارا، الو، ازيك يا شيف نهى؟ عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي، اهلا اهلا، بحبك جدا والله يا حبيبتي، بتابع حضرتك جدا والله، ميرسي والله العظيم، يعني انت منوراني يا حبيبتي. حبيبتي تسلمين. ممكن اعرف طريقه المهلبيه عشان بتتكلكع معايا؟ بصي بقى، انت اي حاجه بتكلكع معاكي يكون فيها لبن لازم تدوبي النشا كويس جدا. المهلبيه هتكون عامله معاكي زي الرز بلبن، بس بدل ما هتحطي رز هتحطي نشا. احنا ما بنحطش عليها حاجه غير لبن ونشا وقشطه، وبرده لو عندك كريم شانتيه. تمام يا شيخ، ماشي يا روح، ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. دلوقتي بقى يا ولاد معانا فاطمه برده على التليفون. الو الو يا شيخ، اهلا اهلا، ازيك يا شيخ؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ الحمد لله، مبسوطه جدا ان انا قدرت اتواصل معاكي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، الشرف لينا والله. ايدك بجد، الرز باللبن هايل، انا قاعده متابعه عشان اقوم اطبق على طول. لا ده ان شاء الله يعجبك جدا جدا باذن الله. تسلم ايدك يا شيخ، ميرسي جدا بجد، ربنا حبيبتي. طب قولي لي، ما عندكيش اي سؤال اي استفسار؟ عايزه طريقه عمل المسقعه بس من غير اللحمه المفرومه. المسقعه اللي هي بتاعه الفول والطعميه والمحلات الجميله بتاعتنا الظريفه. أيوة. الاورينتال دي صح؟ تمام. بص يا ستي، حضرتك هتقلي بطاطس وتقلي بتنجان او تحطيهم في الاير فراير وتقلي فلفل، بس عايزه اقول لك على حاجه، انا زي ما قلت لك مش هعملها لك باللحمه المفرومه، فدي انا بزود لها بطاطس، ما بحبهاش بالبتنجان بس. خلاص هتقلي بطاطس، هتقلي بطاطس وهتقلي البتنجان وتقلي فلفل، وتروحي عامله له الصوص عباره عن ايه، تشوحي كام فص ثوم
الصوت راح مننا. طيب اسمعينا من التلفزيون، وانا دلوقتي عايزه اقول لكم بس ان احنا ايه، هشوف بس البوتاجاز عشان عايزه اعلي عليه شويه. وبعد كده بقى ايه، انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا عايزين نحط عليه تفاصيل كتيره جدا، حاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم، زي مانجا، زي موز، زي قرفه، زي الزبيب، زي البسكويت الساده او بسكويت بالشوكولاته. وطبعا يا جماعه اكله العيله عندكم على الصفحه اهي قدامكم على الشاشه، اي سؤال اي حاجه حضراتكم تقدروا تتواصلوا معانا، علشان يعني انا تحت امركم يا جماعه، اي سؤال اي استفسار احنا تحت امركم، علشان بجد انا بحب جدا ان انتم تتواصلوا معانا وتقولوا لنا مثلا يا نهله احنا عايزين اعمل لنا كباب وكفته، اعمل لنا فول، اعمل لنا اي حاجه نفسك فيها اكتبيها على صفحه العيله واحنا تحت امركم هنرد عليكم على طول. دلوقتي بس ايه، انا لازم اتابع الرز بتاعي اهو اهو، بصي هو قرب يستوي. طيب هو ازاي قرب يستوي وما عداش غير 5 دقائق؟ علشان احنا نقعين الرز نص ساعه، شايفه قرب يدخل في مرحله التسويه اهو. انا دلوقتي بقى قبل ما يستوي هبتدي اعمل ايه، انا دلوقتي حالا ممكن ان انا اجيب معايا السكر واجيب الفانيليا واحطهم اهو، السكر اهو والفانيليا اهي، السكر نص كوبايه من السكر اخليها برضو ايه تدخل كده معاه، ولسه مش هقلب دلوقتي خليكي كده اهو، فانيليا اهي. وبعد كده نبتدي بقى ايه نقلب تاني، وما تسيبيهوش وتقولي ايه نهله قالت 10 دقائق، كل 5 دقائق يعني مرتين، كل 5 دقائق هتعملي كده. وطبعا لما تحطي السكر هتقعدي تدوبيه كويس جدا جدا اهو كده، لازم يستوي معانا لازم. طيب في ناس بتحب انها تنقعه في اللبن، بمعنى ايه؟ يعني مثلا هي خلاص غسلت الرز بتاعها، انا بنقعه في ميه، في ناس بتسيبه في اللبن. الموضوع ده برضو على فكرة حلو، وكمان ما بيخليهاش تحتاج نشا، بس الصراحة أنا لما جربته حسيت إن ده يعني سبحان الله كريمي أكتر، ما تسأليليش إزاي، أنا حسيته كريمي أكتر والرز استوى كويس أكتر. ألو؟ ألو مها، إزيك؟ كيف نهلة؟ أهلا يا حبيبتي منورانا. بص ما اقدرش دلوقتي بقى غير لما لازم اتصل بيكي يعني على طول. يا حبيبتي والله انت منورانا، انا حاسه برضو ان انا سمعت صوتك قبل كده. انا على طول معاكي وعلى طول متابعاكي وعلى الصفحه. يا حبيبتي ربنا يخليكي، اي سؤال اي استفسار يا روحي قولي لي على طول، انا تحت امرك. ايدك على الرز بلبن، كان بس ليا سؤال بعد اذنك. اتفضلي. كنت عايزه اعرف رز بلبن المعمر اللي بيتعمل في الفرن ده ازاي؟ بصي بقى احنا كده كده عاملين رز بلبن، ما فيش اي حاجه جديده غير انك حضرتك يا اما تدوبي معلقتين ثلاثه من الكريم شانتيه على معلقه واحده بس من اللبن كويس جدا جدا، وتحطيه على الوش ومعاهم بس نقطه سمنه بلدي تخنطوطه قد كده، وتولعي الشوايه وتدخليه، او تحطي قشطه 3 أو 4 معالق قشطه على كل يعني انت لو عامله طواجن معلقه قشطه كبيره لكل طاجن تدوبيها بس في نص معلقه من اللبن، تدوبيها كويس جدا، وتروحي حاطه القشطه دي على وش الطاجن وتروحي مولعه الشوايه، ويكون هو لسه معمول وسخن، هيكون لسه معمول وسخن. طيب يا نهله ما هو لسه معمول وسخن لسه ما مسكش نفسه، ما حضرتك بعد ما تخرجيه من الفرن بيهدى وبتدخليه الثلاجه مش بتاكليه على طول. ايوه ايوه فاهماني يا مها؟ ايوه بس بصي بقى دلوقتي ان شاء الله اعمله واقول لك رايي بقى. بصي يا مها بس ميرسي، عايزه اقول لك على حاجه، لما تيجي تعملي رز بلبن اول ما يفور منك كده اعرفي ان هو قرب يستوي، وتروحي بقى ايه الغطا ما تحطيهوش، فاهمه؟ بنشيل بقى الغطا كده عشان ايه يتبخر ويستوي، ونبتدي نكمل بقيه خطواتنا. نورتيني يا حبيبتي، اي سؤال او استفسار برضو كلمينا تاني او اكتبي لنا على صفحه العيله، والارقام قدامكم يا جماعه للي حابب يتواصل او اللي حابب يدخل على صفحه اكله العيله يكلمني على طول. بصوا بقى هنا المفروض بقى ان انا ايه بختبره، بشوفه استوى ولا لا، بعمل كده وبعدين هجيب بس كده ايه معلقه عشان اشوف رزايا. انا بقى إيه، معلش بقى انا هلبس جلافز، اصل انا قلت ايه مش هلبسه عشان مفيش داعي يعني. فيروز الو. الو السلام عليكم. اهلا يا فيروز. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيف عامله ايه؟ اهلا يا حبيبتي. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا روحي، اتفضلي يا روحي لو عندك اي سؤال. الرز يفتح النفس يا حبيبتي، ميرسي ربنا يخليك. انت بقى لما تعمليه حبيبتي بجد انا هطبقه النهارده ان شاء الله. اما تعمليه عايزاكي تدخلي على صفحه اكله العيله، طبعا انت اكيد عامله فولو ولا مش عامله؟ طبعا طبعا.
اوكي ادخلي بقى وقولي لي ايه رايك فيه. وبصي عايز اقولك على حاجه بقى، معلومه مهمه قوي، عشان يطلع وشه مكرمش حاولي تغطي الاطباق بتاعتك بعد ما تبرد خالص، روحي مغطيه الاطباق بتاعتك كويس علشان تمام. ايه قبل ما يدخل الثلاجه هتلاقي وشه لم في بعضه وكرمش كده، عشان هما بيحبوا قوي الوش المكشكش ده. خلاص وكمان لو في قشطه هيبقى احلى من كريم شانتيه، ولما يبرد خالص تغطيه، بعد ما تغطيه تدخليه الثلاجه علشان تكليب وشه زي ما قلت لك كده. وبرده زي ما قلت من شويه، لو حباه في الفرن هتحطي على وشه قشطه وتطلعيه، يكون وشه لون يبرد تغطيه وتدخليه الثلاجه، برده هيطلع لك بقى مش عايزه اقول لك حلو قد ايه. تمام، تسلم ايدك يا شيف والله. ميرسي يا حبيبتي، تسلمي لي. بس كنت عايزه اسالك سؤال تاني. اتفضلي يا روحي، اتفضلي. وانا بعمل الحواوشي زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، بس بحط على وش الموزاريلا مش بحس ان هو عليه موزاريلا. انت بتحطي، ممكن تقولي لي الطريقه الصح؟ بصي يا حبيبتي، اولا الحواوشي احنا ما بنحطش الموتزاريلا فيه واللحمه نيه، عشان انا مش عايزه اسوي الجبنه جوه اللحمه، انا عايزه طعم اللحمه. طبعا انا بعمل ده يعني برايفت كده، مثلا ولد من ولادي بنت عايزاه، لكن مش بعمله كله. حضرتك بعد ما بتعملي الحواوشي، ولا اقول لك على طريقته؟ يا ريت تقولي لي على الطريقه. معلش بصي يا روحي، لا مفيش اي حاجه. كل نص كيلو لحمه مفرومه بياخد بصلتين كبار مفرومين كويس جدا جدا، وعليهم 3 معالق كبار من البرغل المنقوع في الميه بقاله نص ساعه ومعصور، بس مش بنعصر البصل، وعليه قرنين فلفل رومي والسبايسي براحتك، انا بحط 3 4 قرون فلفل سبايسي على نص كيلو. وبتعملي تعجنيه وتحطي معلقه سمنه بلدي كبيره، حتى لو اللحمه عندك دسمه او مش دسمه بيديله طعم حلو قوي، ولو اللحمه حمراء بيعلي طبعا طعمه اكيد. وبتحشي الارغفه، والعيش يكون معاكي لونه ابيض، ما تروحيش تشتري عيش من الفرن او عيش بايت عندك وشه مسود، عشان هيدخل الفرن هيغمقه اكتر. وبتدخليه الفرن على وشه مسحه كده من السمنه البلدي. بعد ما بتدخليه الفرن بقى بياخد 10 دقائق على فرن مسبق الحراره، بقاله التسخين بقاله 10 دقائق، وبعدين بتروحي حطاه على الناحيه الثانيه. يعني انت الصاج اهي في الفرن والفرن متولع، وانت حطاه على الرف الثاني، خلاص عملتيه ووشه قدامك اهو، هو الظهر كده اللي بقى كريسبي مش الوش، واحنا حاطين على الوش مسحه سمنه بلدي. هتقلبيه على الناحيه الثانيه 5 دقائق كمان، وبعدين الموتزاريلا بقى تطلعيه، تفتحي العيش وترمي شويه موتزاريلا وخلاص، ما تدخليهوش، هو السخونه هتسخن الموتزاريلا. فاهماني؟ ايوه صح، الطريقه دي صح. ميرسي جدا. ميرسي يا روحي. ميرسي يا قلبي. ميرسي يا حبيبتي. بصوا بقى يا جماعه، هنا انا من غير ما اتاكد انه استوى او لا، بس انا برضو هقول لك تتاكدي ازاي. هو لما يشرب كل السوائل اللي احنا حطيناها اهو، عايزه اتاكد خلاص هو استوى وكده زي الفل. اول ما يشربها كلها، وتنسيش ان احنا حاطين كل حاجه سخنه. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا حطينا السكر، حطينا الفانيليا والرز بالميه باللبن كده تمام، والرز منقوع فعشان كده استوى. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط الاربع كوبايات لبن بتوعنا، كل دول يا جماعه بمقدار كوبايه الكوبايه اللي انا عيرت بيها من الاول. الكوبايه دي هي اللي انا حطيت بيها نص معلقه، نص كوبايه السكر، هي اللي انا حطيت بيها اللبن، هي اللي انا عملت بيها كوبايه الرز، يعني نفس الكوبايه. مش هقول لك كوبايه معياريه، مش هقول لك هاتي ال 200 مللي وال 500 مللي، ان شاء الله حتى تعايري بطبق، المهم نفس الشيء اللي تعملي بيه كل حاجه. خلاص هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ انا بس عايزاه ياخد غلوه بسيطه، ودلوقتي بقى انا خلاص حتى لو ما خدش غلوه بسيطه انا هغرفه حالا، وكمان عايزين نزينه مع بعض. ما تنسيش انا حطيت ايه هنا؟ انا حطيت هنا نص كوبايه من اللبن، عليها 3 معالق كبار من النشا، عليها 3 معالق كبار او 4 من الكريم شانتيه، ولو ما عندكيش كريم شانتيه والاحسن ان يكون عندك قشطه، بتحطي القشطه هنا مش هنا. خلاص هعمل كده اهو، وهبتدي بقى ان انا ايه اعمل كده، عشان انا عايزه ابتدي بقى ايه ان انا يربط معايا، يعني النشا يخليه يربط معايا اهو بالراحه بقى. لما تحطي النشا ما تقعديش تقلبي كتير، يعني انا دلوقتي في الوضع ده لازم استنى مثلا نص دقيقه علشان لازم يغلي معايا لوحده من غير ما اقعد اقلب اقلب اقلب، النشا هيفك منك اهو. بصوا اول ما يبتدي كده ايه يطلع فقاقيع كده، انا مش عايزه الرز يستوي ولا حاجه، انا كل اللي انا طالباه ان الرز يدخل في اللبن الجديد اللي انا حطاه مش اللبن اللي استوى فيه، والنشا يربط لي اللبن مع الرز، وعشان لما اغرفه ما يبقاش ممايمي كده زي ما بيقولوا. واهو بصوا ابتدى يتقل اهو اهو، حاجات بسيطه قوي وبتفرق جدا. وعلى فكره انا لو عندي كريم شانتيه وقشطه هحطهم الاثنين، لان هو بيحتاج لبن بلدي، فلو ده لبن مش بلدي يستحسن تحطي الكريم شانتيه والقشطه علشان القوام يبقى معاكي سميك. اهو بصوا
ابتدهوا طبعا، واحنا بنغرفه مش هيبقى ماسك نفسه، بيبقى ماسك نفسه لما بيبرد، وكمان لما بيدخل بقى التلاجة بيمسك نفسه اكتر. انا دلوقتي ايه مش عايزه اقلبه تاني، خليه كده اهو بدا يمسك اهو، خليه بقى كده ثواني على ما اجيب بقى ايه كل الحاجات اللي انا هغرف فيها، يكون هو مسك نفسه شويه كمان. نشيل ده بس كده عشان نبتدي بقى نغرف. وعايز اقول على ملحوظه، انا دلوقتي جايبه من ضمن الحاجات اللي انا هغرف، لا سوري، اللي انا هزين بيها جايبه بسكويت. طب يا نهله، انت هتحطي البسكويت عليه وتدخليه الثلاجه؟ لا، في حاجات ممكن تدخل الثلاجه اللي هو التزيين اللي عليه، وفي حاجات لازم لما يطلع من الثلاجه. طب ليه؟ عشان مثلا بسكويت ساده، بسكويت بالشوكليت، لو دخل هيطرى خلاص. المانجا ما عنديش فيها ازمه، الموز يستحسن يكون فريش، يعني الموز يستحسن حضرتك وانتي بتقدميه لاي حد عايز ياكل تروحي حاطه الموز. وهقول لك دلوقتي هنعمل حركه ظريفه جدا في الموز، علشان لو اسود منك هنديله طعم جميل، وفي نفس الوقت هنعمل حيله كده علشان ايه ما يسودش مننا، او عشان لو اسود ما يبانش ان هو اسود، يبان بقى ايه حاجه تانية خالص. بص هقول لكم هنعمل ايه، نجيب بس كده الحاجات اللي بنغرف فيها اهو اهو، وكده خلاص هو اخد وقته وابتدى بقى ايه يتقل معايا. بصوا بقى شايفين اهو، خلاص اتعمل. انا بقى عايزه المنظر ده كده اهو. يا سلام، نجيب بقى ايه ننقل بقى الحله بتاعتنا، علشان خلاص انا كده مش عايزه حاجه تاني من البوتاجاز، ميرسي جدا لحضرتك اهو كده. ونبتدي بقى ايه نغرف، وزي ما قلت لك مش كل حاجه بنزين بيها هنقدر نحطها. هتمسكي بقى ايه الكوبايه في ايدك كده، او الكاس او وات ايفر اللي بتعملي فيه، وتحاولي بقى ايه ما توقعيش، علشان طبعا نستفيد بكله وما نحاولش نهدر اي حاجه خالص. طب يا نهله، انا دلوقتي لو عايزه ادخله الفرن، طبعا ما تدخليش الحاجه الفرن ازاز، لازم تكون الحاجه فخار، اي حاجه فخار سواء اللي بتلمع جوه او اللي ما بتلمعش، اي فخار عندك. بس طبعا يا جماعه الفخار اللي هو بيلمع من جوه لازم حضرتك لما تشتريه تسيبيه في ميه سخنه، تغيري عليه الميه السخنه مرتين ثلاثه، علشان ما ينفعش ابدا ان احنا نستخدمه على طول، بتبقى ريحته مش ظريفه. مش عارفه بتبقى ريحته جاز ده ولا ايه، مش عارفه يعني، مش عارفه بيعملوه ازاي. المهم يعني ضروري جدا ان حضرتك تعملي الحركه دي. بصوا يا اولاد، بصوا هو ده القوام اللي انا عايزاه، ما تفتكريش انه كده لا ني ولا خفيف. طبعا النشا والقشطه واللبن والكريم شانتيه وكل ده هيساعد على انه قوامه يتقل، وكون حضرتك سايباه من الاول ونقعاه ده بيسرع فيه. بصوا يا جماعه هو خلص في وقت بالظبط اللي انتم شايفينه ده، انا مش عارفه كده هو عدى ربع ساعه ولا عدى قد ايه، بس عايزه اقول لك انه ما بياخدش وقت خالص. اهم حاجه عندي بس تلتزمي بكل حاجه قلناها. معلش بقى انا ايه بهدلت الكوبايه دي شويه او الكاس ده شويه، بس مش مشكله. نحاول طبعا يا جماعه لما تعملوا كده ما ينفعش ان انت تحطيه في الثلاجه او تقدميه لحد كده. واي اكله بقى بتعمليها، يعني دي نصيحه طبعا انا عشان ظابطه مقدار السكر بتاعه، لازم تدوقي اكلك قبل ما تقدميه. ما ينفعش ابدا ان حضرتك تقدمي الاكل واللي بياكل يقول لك ايه ده حادق. يعني هو لو حادق انت هتعرفي تتصرفي، بس طبعا ما تحاوليش تزودي دايما الملح في الاكل، عشان لو الحاجه دلعه نقدر نتصرف وبرده ما قدمهاش دلعه، لكن لو الحاجه حادقه مش بيكون ليها حل. فحاولي ان انت تخلي بالك من الحاجات البسيطه دي. احنا بقى ايه غرفنا دلوقتي، وزي ما قلت لك بقى انا المفروض ان انا عايزاه ازينه واخلي وشه يكرمش. المفروض ان حضرتك بتستني 5 دقايق لما يبرد، وتقفليه بفويل بورق زبده بستريتش وات ايفر، لو اوريدي الحاجه دي ليها غطيان، وبعد كده اما تيجي تقدميها تزينيها. بس طبعا انا هزينها دلوقتي على طول قدامكم. ثانيه واحده بس نجيب بقى ايه الحاجات اللي نزين بيها. عايزه اقول لكم يا جماعه بجد حلو قوي. مثلا حضرتك عايزه تحطي موز، وكنت بقول لكم من شويه لما تيجي تحطي موز هتعملي ايه؟ هيسود منك. طب نعمل ايه بقى عشان ما يسودش مني؟ انا بس هختار دي عشان واسعه شويه كده، هختار دي معايا كده احط فيها موز، وعايزه ايه اخلي الموز ده ما يسودش. يعني لا يعني ايه ما يسودش؟ ما هيسود ماشي، ما هو لما يسود بقى هنعمل حركه ما تبينش ان هو ايه اسود اهو. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله، هنجيب شويه قرفه او شويه كاكاو زي ما حضرتك تحبي، وهنعمل كده اهو كده كده اهو. دي قرفه لمحبي القرفه. طب اطفالي مش بيحبوا القرفه يا نهله، نعمل ايه؟ او الكبار، يبقى كاكاو خلاص اهو. ده اول واحد معانا. ممكن برضو نعمل بالموز والكراميل،
بصوا بقى، يعني مثلا دلوقتي احنا عايزين بقى نعمل ايه بالموز والكراميل. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش لازم بقى ايه كلها تبقى موز، ممكن نصها يبقى موز كده اهو، نصها الثاني كراميل. طبعا يا جماعه احنا ممكن بقى ايه، احنا نبقى نعمل صوص الكراميل مع بعض، هو سهل جدا بس ليه طريقه كده معينه. انا بصراحه اشتريته وقلت بقى ايه عشان الوقت الفقره يعني بتاعه الاكل تكفي، فمش هحط اكتر من كده ومش هعمله قدامكم دلوقتي، نبقى نعمله بعدين. طيب نعمل ايه تاني مثلا دلوقتي؟ ممكن نعمل جوز هند اهو، المتوفر عندك حطيه. الحاجات دي يا جماعه بقى الافتكاسات دي بقى ايه بيروح يغرونا بيها بالمحلات بره، وبن ايه وبندفع فيها شيء وشويات. ادي جوز هند، نحط برده هنا جوز هند، ده ممكن نحط عليه بقى ايه زبيب ومكسرات اهو. يا سلام، ده الواحد والله العظيم بيبقى عايز يعمل الحاجه ويقعد ياكلها. على فكره يا جماعه انا بحب الرز بلبن سخن، انا مش عارفه ازاي يعني، انا ماما الله يرحمها كانت معوداني على الحركه دي، بحبه سخن جدا. بصوا ده مثلا نحط عليه مانجا، بعد كده بقى دلوقتي نحط ايه بقى هنا عندنا؟ بسكويت اللي هو بالشوكولاته.